السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشبشاتي حبيباتي، إليكم اليوم عصائر شربات هي في ميزون، تدير طيبة في الدار بمكونات يعني بسيطة، وهي منعشة ومغذية، يعني كي تشربوها تحسوا بالانتعاش حتى عينيكم يتحلوا، عينيكم الدخلانيين يتحلوا. هذا العصير مكون على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كيلو نتاع كينا تاع برتقال، نغسلو جيدا، نغسلو بالماء والصابون والخزن نقولو حنا الخشخاش، ونشللوه، نحطوه يكثر كيلو قرص وكيلو كينا، نغسلهم مليح يعني. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا وقت الكينة هذه نديروا مركز نتاع هذه الكينات، يصبح عصير ولا شربات. نبدأ من الكيسان، الكيسان النص، ونعمروا الريك نتاع القرعة تاع الكيكلة يعني، نعمروها بالماء، وتصبحنا عصير جاهز. نسكروا كما نقول، ديروا هذه الطريقة وهذه المقادير، يعني سوف يعطيكم شربات كثير وصحي. عندنا ثاني كيلو جزر، صديق كيلو نتاع سنارية، كيلو زرودية كما نقولوا، نغسلوهم ونبرشوهم، نحولهم لابو كش ما فيها تراب ولا هادشي، يبقى تعيا تغسلي في الاخر يبقى انا قلت نحوها هكا، ونقطعها دوائر ونغلوها مع الكابويا. هنا عندنا ارطل كابويا، اللي يحب يدير كيلو يدير، انا درت وقيل ارطل زايد شوي. الكابويا والجزر ملاح ياسر في بلا كاروتان، شفتوا الكاروت في الكاروتين، الكاروتين هذا مليح للعينين ومليح للبشرة، عنده البشرة بيضة ياسر، يعود بحمرارة هنا كي ياكل السنارية ياكل الزرودية. الكاروت مهمين للجسم، فيهم فيتامينات ياسر، هذا منعش شفتوا مع رمضان كنوا صايمين، نحلوا الصيام، نحلوا بال اللي ما يقدرش الحليب ولا يحل بالهاد الشاربه في ال هنايا. نقشر ثاني الكابويا، تقشرها شي واعر، قشرها بالعقل، ما نضربش روحي بالموس. سلامتكم، ما غير جايب لي سخانه طول، ضربه صغيره خلاص وبحينها كبار. هنايا نحكي هكذا، ويبقى الجوانب هذوك لازم نحيل القشر نتاعها. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحوها بالعقل. هذوك اللي في الداخل ما قدرش ندخلهم هذاك الطاش هذيك، نقسم اسمع على زوج الوسط بعد باش نقدر هكذا يعني. شوفوا يا اخي الوسط الكابويا ديك من كاين داك الخط باش نقدر ديك الماشينه تمشي فيها يا حبيبه. واللي ما عندوش بالموس العقل بالصح عندي في جره بس عليك ولا زكاه النفس برك. واحد هنا الكابويا نقطعها مع السنارية مع الزرودية، نخليهم يغلو
هذا بروش بشور اسمه بروش يبرش. شوفوا سلامتكم والله عقلي طاع ضرب لي هيك على فيرتيكال ولا على هوريزونتال. بون هذاك هو عمر الشقي باقي. لازم نروح ندير له شويه دواء ونعاود نرجع لكم باش الصبرا ضرب شويه معقم. انا نقشر بسم الله الرحمن الرحيم نقشر الكابويا قشرتها بياسير غسلتها ونطرفها نقصها نحطها في الماء نغمر لازم نغمروا هذوك السرديه ولا الكابويا. هذا عقلي كله في صبعي بنادم يا لطيف سامحكم. نغمرها بالماء ونديرها الزيست نتاع السيترون نتاع الليمون والبرتقال القشر نتاعو نغليها مع هذوما نجردها كما يقولوا روطيلات باش يطيبوا فيسع. والكابويا فيسع طيب مس زروديه باش نعطيها حقها في الطياب باش نلحيها فاسيلمو. حطها في البرمة هذه تغلي بالماء هنا يا سهلة يا سهلة. ديروها في نهارها وتشربوا قدهن يوم انتوما في الشربة تحبيبات. هنايا نقدروا نحو القشر الاول باش ما نوصلوش الابيض باش ما يجيناش مر خاطر هذاك لو زيست كيما قلت لكم واحد النهار لو زيست هو الفوقاني داك لارانجي والابيض لو زيست لو زيست مر الله يكون ديروه يعني ما تقدرش تاكلوه. وحنايا كاو عارفين رمضان رمضان وما يلقش الواحد يشرب الحاجه المره باش ما يطيحلوش السكر خاطر في رمضان يطيح السكر. الناس صايمه في الصباح لازم لها شويه حاجه حلوه الله يحلي علينا يحلي ايامنا وايامكم ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. ماشي كيكا صايمين برك على الله عطشانين وجعانين حنايا ماناش دايرين ربي في بالنا. الوغ هنايا لازم يكون الواحد ماهوش غير في الصيام بس حتى في حتى في سير الليل واحد باش يروح سالم من ديك البلاصة عند رب العالمين ماهوش بالساهل. الجنة ماهيش بالساهل. هنا راني نبرش فيها ونحكي لها غير في الجلدة الأولى قلت أنا القشرة الأولى ندير لها وندور نحيها لها وكي هذاك تاع البرتقال والليمون نحطوهم مع هادو يتغلاو يتغلو بيان يغلو نرحوهم. كي عنده الطاس تاع الخلاط هاو يرحي بيه كان ما كانش حاجه كان يرحي بيه انا رحيت بالبرا الهاند بلندر الهاند بلندر اون انجلي. بون هنا ندير له شويه ماء بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يتغطى هذاك الكابويا والسناريه يتغطاو ونخليها تغلي يتغلي نخليها على نار قليله حتى يطيبوا ماشي قليله متوسطه نار متوسطه حتى يطيبوا. شهيتكم في الجنه وجربوها هاد المكونات الاربعه يعني هايلين. هنا نقص الشينا والليمون على زوج ونعصرهم كي نعصرهم العصير هذاك كي نرحي هذاك كي يطيب الكابويا والسناريه يطيبوا كي نرحيهم نلوحلهم هذا العصير يجي اروع ما يكون.
يغلو لا لحلهم سكر كاس سكر كاس 200 جرام 200 جرام سكر ولا نقصوا شوية اللي ما يبغيش الحلاوة هو أن تلك يجيب البقل هذا كان سنتر ما هوش مش كي نشربوه طول ما هداك كي نرحوه نشربوه لا لا نازم هذا كان سنتر ندير جوج كيسان ونص تضيف له ماء لا لا شو هي لك مثلا قرعة تاع تاع الليتر تاع الليترا ندير فيها جوج كيسان ونص تاع كان سنتر هذاك ونكملوا بال نكملوا بالماء يجي عاقد وهاي وكان ما بغيتوش العاقد اللي كتشوفوه شويه شغرورو هنا ما انا نبغيه هكذاك ما بغيش كتكونسونطر نبغيه هكذاك شويه مايه يكون صا ما نشربش الماء وراه عندي الفاكهه اللي غادي تكون الفيتامين المهم انا نبغي فيه هذوما لي جو تاعهم هنا خلاص ها وطاب قفلت عليه نخليه يبرد شويه ونديرو في الخلاط ولا نرحيه نقدر بالبرا حتى ما يبردش نرحي فوالا نخلي الولاد نرحي نخلي الفرحة خاطر طابو بالبيان ها بعد ما ترحاو هنا مرحيين مليح بلا ما نصفي فوالا الشوائب هنا ندير لهم الجو القارص والتشينا كونسونطري ما فيهم لا ما لا والو بسم الله الرحمن الرحيم يجي واحد الجو واش نقول لكم غير جربوه منى عيش والله تقولي راكي ونتي لو تشينا ياكلوه ناكلوه حنا في العائله زوج زوج ولا ذاك خلاص ياكلوه بصح هذا مشيت لكم حطوه دون دي بواط ولا دون دي ساشي نتاع الفريزر نتاع الكونجيلاتور و فوالا هاو بعد ما وجد لي دوك نحطو في الساشيات ولا ندير كل زوج كيسان ونص قلت لكم ديرها في القرعه هذه تاع لتر بعد ما غسلتها وعقمتها دخلتها الكوشه طيبتها شويه واحد 2 مينوت هكاك هي الكوشه سخونه ورقدتها في البلاطو وهذو هما الحوايج تاع القزاز ديروا لهم هكذا تتعقموا ها هو عندنا المحامي حسب لما دير مش التعقيم هذا اللي قلت لكم عليه الماء تاع المحامي نح جداب كما نقولوا الماء نح جداب هنا ونكمل البقيه بالماء هذا مشروب جاهز دركا راح نشرب فوالا العقل لا حوريه وش بيك هذا انا ما حبيتش نعمر ياسر خلطها شويه هيا كعاقده يا حبيبه حد البنه واش نقول لك ما دير لها لا سكر لا ورد غير الكاس بعد يقضي الغرض هنا يلا ذوقوا شويه خلطي هنا نذوقي ذوقوا دركا منعش سيتو كان على ديرنيغ مينوت ديروه قبل المغرب بشويه ودخلوه للفريجيدار ما تخلوش يبرد ياسر بس كل حاجه البارده قلت لكم باللي مع الشربه سخونه وكل شيء سخون وانت تنشعها بالبروده ما تعود توجع فيك يلا ساعدوا روحكم ما كاش الحمان ياس هنا هذاك نديره في نغطيه ونديره في الكونجيلاتور وكل مره نحب ندير نهز من الاول يتهز كيلا كريم هاك صبعي حطيته شحطة مزيان ما نحليش بون
هنايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.